السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع بومرداس لنقف على الأشغال تاع المستشفى الجامعي اللي يقع بمدينة بومرداس. إذن واللي يعني على حسب الصور اللي عندنا تقرب الأشغال من النهاية. إن شاء الله يكمل المشروع هذا الهام جدا في المنطقة في الولاية تاع بومرداس بصفة عامة. وإن شاء الله المستشفيات الجامعية ذات 240 سرير اللي راهي قيد الأشغال في الولايات الأخرى تتم يعني الإشغال، واللي كذلك خاصة الولاية الفاتية لابد أن يكون فيها مستشفيات جامعية بهذا بمواصفات عالمية، هذا لازم أكيد. وإن شاء الله كذلك تكون الخدمة العمومية عند حسن ظن المواطن الجزائري. أترككم تتابعون والسلام عليكم. Thank you.